بطاقه المعهد الدار البيئه لولايه باتنا تفتح لكم ابوابها للتعرف على مختلف ما تجود به من تكوينات وتربيه وتحسيس وتربيه بيئيه. متواجدين معنا اليوم مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان اللي ابوا الا ان يشاركوا معنا في هذه الابواب المفتوحه لتمتد طيله يومين 19 20 جويليه 2022. اذا الابواب هذه كنا فتحنا ملحقة المعهد الوطني للتكوينات البيئية للتعرف للمجتمع المدني، للتعرف على مختلف ما تجد به الملحقة من تكوينات. بالطبع المعهد الوطني للتكوينات البيئية رائد في مجال التكوين بمختلف مواضيعه التي يقدمها للمؤسسات لمختلف المؤسسات ولمختلف شرائح المجتمع المدني. هذه المبادرة تنبت باتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والمعهد الوطني للتكوينات البيئيه، حيث تم تنصيب قسم ماء ثابت على مستوى دار البيئه لولايه باتنا. المهام قسم الماء هذا هو تعرف الاطفال على اهميه هذه الماده الحيويه، كيفيه استغلال هذه الماده، وواجبات الطفل نحو ترشيد المياه. الترشيد والتحسيس يبدا دائما من ابنائنا، يعني الاطفال، يعني هما يعني اللوتي اللي نستعملوه حنا باش نفوتوا الميساج نتاعنا للاولياء. ما كانش احسن من الاطفال، لذا نثمنوا هذه المبادره اللي من خلالها جزائريه المياه، وهذا هو الشيء يعني المهم في هذه الحاله، انها تقوم بتحسيس على اهميه الماء في حياتنا اليوميه. نحن اليوم نشارك في ايام تحسيسيه بعنوان النظافه والماء، وكوننا مؤسسه متخصصة في النظافة، ندعو الجميع إلى المحافظة على نظافة المحيط والترشيد الجيد لاستهلاك المياه.